هل ذلك هو التارجت يا شباب؟ بوم. السلام عليكم يا شباب، معكم ياسين من قناة يس بلايس. اليوم جيتكم بفيديو جديد من لعبة جي تي اي 5. كما تلاحظون فرانكلين الآن مع ليستر. فرانكلين يحتاج القليل من المال إلى آخره، لذلك قام بالتكلم مع ليستر. سوف يقوم ببعض المهام الخاصة بليستر، وأغلب مهام ليستر فهي مهام اغتيال، يعني إنه يرسلنا لكي نقوم بقتل شخصية ما أو شيء من هذا القبيل، كما فعل مع مايكل عندما أرسله ليقوم بقتل صاحب اللايف إنفيدر في المهمة السابقة يا شباب. لذلك سوف نرى الآن ماذا سيريد ليستر، فكما تعلمون فإنه هاكر إلى آخره، فإنه يقوم بالتهكير وسرقة الأشياء عبر الانترنت. وإذا كان هناك أشخاص يحتاج لقتلهم فإنه أكيد سيحاول قتلهم، لذلك فنحن سنقوم بهذه العملية وسوف يعطينا بعض من المال يا شباب. بالنسبة يا أصدقاء، إذا كنتم تريدون أن يصبح لديكم العديد من المال عندما تنهوا اللعبة، فهذه المهام الخاصة بليستر قوموا بتأجيلها إلى أن تنتهوا من جميع المهام الأساسية. بعدها قوموا بالذهاب، فإن ليستر سوف يعطي الكثير من المال في هذه المهام، عكس إذا قمت بها وسط اللعب، وسط مهام اللعبة تقوم بمهمة ليستر وبعدها تقوم بمهمة خاصة باللعبة. لذلك فمن الأفضل تأجيلها إلى الآخر وبعدها قوموا بعملها وسوف تحصلون على العديد من المال. قوموا بعملها عندما تقوموا بعمل المهمة الأخيرة الخاصة بسرقة الذهب يا شباب، عندها قوموا بعمل هذه المهام وسوف يصبح لديكم العديد من المال عند فرانكلين. حسنا يا أصدقاء، سوف نحاول الذهاب الآن. لا أعلم أين وضع فرانكلين دراجته. أين هي دراجتك يا فرانكلين؟ حسنا حسنا يا ليستر، نحن نبحث فقط عن سيارة لنقوم بأخذها. هيا بنا يا أصدقاء. هل هناك سيارة جيدة هنا؟ أعتقد هذه السيارة فهي كافية بالغرض وسريعة كذلك. هيا قم بسرقة السيارة يا حبيبي. جاية بنا. هيا فلنقم بالذهاب يا فرانكلين. جيد جيد. هاي باري هاي باري. عندنا ما يتكلم بعض الأشخاص في لعبة جي تي اي 5. إنهم مضحكون يا شباب. هيا أصدقاء لكي نرى ماذا يوجد هنا. لقد حان موعدك، لقد جاءت ساعتك يا حبيبي، ستموت. وآسف عن هذا، لكن المال هو الذي يضطر الشخص ليقوم بهذه العمليات. Guards have arrived to pick up the target from the hotel. He is expected to leave very soon. حسنا. Plan the attack quickly and find the location with a good vantage point of the hotel. حسنا. Assassinate the target. حسنا، أين هو التارجت لكي أقوم بتدميره؟ سوف أقوم بأخذ الجرنيد لانشر وسوف ننتظر يا شباب. سوف ننتظر يا أصدقاء إلى أن يظهر التارجت لكي نقوم بالهجوم عليه. لكن هذه المنطقة فلا أعتقد أنها جيدة بالنسبة لي.
سوف أقوم بوضع السيارة هكذا. هكذا يا شباب لكي أستطيع الهروب. وبعدها سوف أذهب وأقوم بانتظار تارجت 30 ثانية. أين هو التارجت؟ آه نعم ذلك هو التارجت. هل ذلك هو التارجت يا شباب؟ بوم. آه نعم لقد رأيته يا شباب، ها هو ها. أوه كيف؟ فرانكلين كوفر واز بلون، كيف؟ حسنا هيا فلنقم بإعادة المهمة. يجب علي الانتظار. سوف أقوم بأخذ السيارة يا شباب. سوف أقوم بوضعها هنا. هكذا. سوف أحاول الاختباء في هذا الجانب يا أصدقاء. وسوف نرى. حسنا سوف ننتظر يا أصدقاء إلى أن يخرج ذلك الشخص. هل التارجت موجود في هذه الطاكسي؟ أعتقد هذا هو التارجت يا شباب الموجود في هذه السيارة. حسنا هيا فلننتظر. أعتقد نعم أعتقد هذا هو التارجت يا شباب، لكنني لا أستطيع استعمال السلاح الآن. هيا فلننتظر. بوم بوم. أوه لا 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 لا. لقد قتلت رأسي يا شباب. حسنا هيا فلنعيد المهمة. أعتقد أحسن مكان لنقوم بقتل التارجت فهو هذا المكان يا شباب، لذلك هيا فلنقوم بالانتظار. يجب علي على ما أعتقد انتظار إلى أن تأتي تلك السيارة، وبعدها يجب علي تدمير السيارتين معا. حسنا هيا فلننتظر يا شباب ونرى. إنني أسمع سيارة ما نعم ها هي السيارة آتية. أعتقد أن هذا هو التارجت يا شباب، لقد جاء في هذه السيارة. الآن يجب علي انتظاره إلى أن يقف. جيد الآن أعتقد يجب علي الانتظار إلى أن يخرج الشخصية. ها هو الشخصية قادم يا شباب. جيد الآن يجب علي تدمير السيارتين معا. بوم لقد قمت بقتل. ماذا حصل؟ ها هي السيارة قد جاءت مرة أخرى يا شباب. حسنا سوف ننتظر. هل يجب علي الانتظار إلى أن تنتهي التشيك أوت؟ لأنني خائف من أن تنتهي التشيك أوت يا شباب وفي الأخير نفشل في المهمة. حسنا هيا فلننتظر. سوف ننتظر هذه المرة إلى أن تنتهي التشيك أوت. نعم الآن يجب علينا قتل التارجت. نعم في الأول يا أصدقاء لقد كنت أتسرع. سوف أقوم بقتل الجميع يا حبيبي. موت. نعم لقد قتلت الجميع ويجب علي الهروب. آه نعم يجب علي الانتظار. هيا فلنقم بالهروب يا شباب. مع السلامة مع السلامة. لم أفعل أي شيء، لست أنا الفاعل، لم يراني أي أحد، جميع الأشخاص الذين رأونني فإنهم ميتون الآن. Lose the cops.
يجب علينا أن lose the cups. أكيد سوف نقوم بالهروب من رجال الشرطة بسهولة تامة. هيا فلنصعد إلى الجبل. منزل رائع هنا يا أصدقاء. تخيل معي لو كان هذا منزلك. ميسيون باس حسنا يا شباب، لقد أنهينا المهمة. أتمنى أن تعجبكم، إذا أعجبتكم فلا تنسوا الضغط على زر لايك. أنتظر ردودكم يا شباب، والسلام عليكم ورحمة الله.